طب الأطفال اختصاص واسع شامل يلم به زملاؤنا المختصون به، ولا شك بأننا جميعا استشرناهم ولا نزال نستشيرهم فيما يخص أمراض الأطفال ونموهم الطبيعي بشكل دائم. ولكن من كان يعتقد أننا سنتمكن؟ وما كان ذلك ليكون إلا بفضل من الله وكرمه علينا، سنتمكن من معالجة بعض المشكلات المرضية والجنين لا يزال داخل رحم أمه. بعض المشكلات وراثية وبعضها الآخر مكتسبا، منها ما هو قابل لاستمرار الحياة، ولكنه قد يترافق بمشاكل مرافقة قابلة للإصلاح، وبعضها الآخر قد لا تستمر بوجوده الحياة. يتساءل البعض، كيف يمكن لنا التداخل والجنين في بطن أمه وداخل الرحم؟ والأهم، كيف يتم الكشف عن هذه المشاكل والجنين لا يتكلم ولا يشتكي؟ وما هي هذه المشكلات تحديدا؟ وكيف يتم إصلاحها؟ التشخيص الباكر للتشوهات والأمراض الجنينية وتدبيرها علم واسع، نطلع على بعضه اليوم مع الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، أستاذ طب الجنين والوراثة بكلية الطب في جامعة دمشق. ونبدأ معكم مباشرة أحبتي. مساء الخير دكتور مروان. مساء الورد، أهلا وسهلا، مساء الخير لكل الأخوة المشاهدين. دكتور، موضوع شائك، يعني الواحد يمكن صعب يتخيل انه نحن احيانا المريض قدامنا وبالغ راشد عاقل، منعجز انه نعرف شو المشكله، بيكون صعب الاستجواب، صعب الكشف، وبنلجأ لوسائل عديده واحيانا عديده جدا لحتى نحسن نوصل لنحط تشخيص يمكننا من تدبير معين ايا كان نوع هذا التدبير. نحن هون عم نحكي بالجنين، نعم. داخل البطن داخل الرحم، داخل البطن داخل الرحم، جنين داخل بطن أمه داخل بطن الرحم. دكتور، مشاكل التشوهات مشاكل يعني كثير منا صادفوها أحيانا ضمن المحيط القريب، المحيط العائلي أحيانا، إن لم يكن فضمن المحيط القريب جدا، الجيران والمعارف والأصدقاء. فالتشوهات وما بتتصور قديش ممكن تقلب كيان الأسرة رأسا على عقب، إما بالحياة الواقعية اللي عم نشوفه بتدمر حقيقة أحيانا الأب أو الأم أو كلاهما، فعلا بتدمر، بشوفوا الولد بدمرهم وهن نفسهم ذاتيا بتدمروا وما بيعرفوا شو بدهم يساووا، يعني لا ناقة ولا جمل له ما بيعرفوا. فهون يعني موضوع فعلا هام جدا جدا، بدي احكي كثير بالموضوع التشوه على قدر ما بتسمح فيه الساعه، بدي اترك لك الحديث. اول شيء امتى بنعتبر انه هذا تشوه؟ ويا ترى مع عندنا 100 وحده، كم وحده بصير عندهم تشوه؟ نص بالميه، ربع بالميه، 2%؟ هذا بيعود لك، بعدين بجوز نتطرق شوي لاسباب التشوه. خلي الكلام لك دكتورنا. يعني شكرا على اختيار هالموضوع المهم، اللي يعني حقيقه موضوع اجتماعي وحتى وطني بامتياز، لانه هذا رح ينعكس اي زياده نسبه التشوهات ينعكس سلبا حتى على المجتمع بشكل عام. حقيقه احد اهداف طب الجنين الرئيسيه هو تحسين نوعيه الممارسه والوقايه من تشوهات الخلقيه، لانه ما بتصور اذا اسره فيها طفل معاق قديش يعني بتنشل حركه الاسره مزبوط. بشكل كامل، وتنعكس اثار سلبيه يعني واجتماعيه كبيره على الاسره. خلينا نقول أول شيء شو تعريف التشوه. تمام. التشوه حقيقة هو أي عيب أو خلل، سواء كان شكلي مورفولوجي، يعني غياب طرف، خلل مثلا انشقاق الشرفي على سبيل، أي خلل شكلي أو وظيفي، أحيانا العضو سليم بس فاقد الوظيفة، أو استقلابي، خلل بالاستقلاب مثلا، غياب بعض الأنزيمات اللي ممكن تأثر، إذا يوجد عند الولادة، إذا هو أي عيب شكلي أو يعني شكلي مورفولوجي أو وظيفي أو استقلابي يوجد عند الولادة. نسبة التشوهات بشكل عام تقريبا ما يشخص عند الولادة 2 ل 3%،
طبعا ممكن احيانا اذا يشخص خلال 5 سنوات بعض التشوهات لا تظهر عند الولاده، تمام مثل على سبيل المثال السمع او خلل بوظيفه بعض الاعضاء، هي تمام تظهر خلال 5 سنوات. فاذا بدنا ناخذ نسبه مجمل التشوهات بشكل عام، اذا صغيره وكبيره يعني 4 على 6% تقريبا بعمر 5 سنوات. والله فاذا نسبة النسبه كبيرة يا عاليه، دكتور، نسبة كبيرة وعالية جدا. نسبه عاليه جدا. لذلك مهم جدا التشخيص الباكر، واحيانا التدبير اذا شخص باكرا قد يدبر باكرا، وبالتالي بينعكس على ايجابا على سير على كل شيء، الحاله، على كل على شيء، سير على الحاله ايضا، الطفرة، على وعلى الجنين. تدبير هذا التشوه تمام بشكل عام. هلا حديثا بتعرف طب الجنين هو من اكثر ضروب الطب اللي او اختصاصات اللي بتتطور يوما في يوم، يعني هي من اكثر اختصاصات تطورا، في ابديت، ودائم كل تقريبا شهر في شيء جديد. حاليا صار في معالجات جراحيه داخل الرحم، في بعض الادويه اللي والعلاجات للجنين داخل الرحم لتحسين نوعيه الممارسه لتحسين الكواليتي اوف لايف، نوعيه الحياه لهالجنين ولهالاسره بشكل عام. طب سالتني عن اسبابها اسباب، ايضا بشكل عام، ايه انه حقيقه كثار كلهم بيسالوا الاسباب، انه انا حقيقه ليش صار معي هيك، فلان بيتهم انه مرض اثناء الحمل، الثاني مثلا بنتهم بعض الادويه، الثالثه نعم بنتهم مثلا بالتاكيد بعض نعم الاغذيه الى اخره، الرابعه الوسط الكيماوي اللي عايشين فيه او الوسط المهني اللي عايشين فيه، اني اسباب اسباب ترى شو عديده. الاسباب؟ نعم حقيقه اذا بدنا ناخذ يعني الاسباب عديده جدا. هلا اول يعني اذا بدنا نصنفها بشكل عام، لاعطي موضوع بشكل تقريبي، تمام 15% من الاسباب هي اسباب وراثيه صبغيه، ولازم يعني نعنى اكثر بالاسباب الوراثيه، لانه شئنا ام ابينا بالمجتمعات الشرقيه والعربيه في عندنا زياده بزواج الاقارب، في عندنا بعض المجتمعات المغلقه هي اللي بنسميها كلوست كوميونيتي، شئنا ام ابينا موجوده بعض فهي زواج الاقارب وهالمجتمعات بتزيد نسبه الامراض الوراثيه بشكل عام. تمام اذا عندنا وسطيا 15 او اكثر قليلا هي اسباب وراثيه واسباب صبغيه. في عندنا 10% اسباب بيئيه، الاسباب البيئيه عديده جدا، ممكن تكون الانتانات داخل الرحم، اصابه مثلا بالمقوسات، اصابه بالحصبه الالمانيه اثناء الحمل على سبيل المثال، الاصابه بالحلق البسيط، اصابه بالحماق، اذا عندنا اي انتانات سابقا كان اصابه بالافرنجي، يعني اذا في عندنا الانتانات بشكل عام. هلا التعرض الحامل ايضا هي كلها اسباب بيئيه للاشعه لسبب ما الاشعاعات، واكبر دليل تتذكر بهيروشيما ايه مظبوط لما هالكلام، صار ايه في تمام تلوث شعاعي، تمام تقريبا 25% من الاجنبيين للأجنة. ماتوا، 25% تشوهوا، و25% اسقطوا، يعني تمام 75 من الاجيه من ال خلص 75 من نظرية الاجنه من الذريه نظرية انتهى وقتها، تمام ولهلا عم نشوف اثاره. اذا تمام الاشعه لها دور كثير كبير، في عندنا عوامل كيماويه، التعرض لادويه، لملوثات بيئيه، لعوامل كيميائيه مثل الرصاص، الزئبق اللي عند عمال دهان، او يعني في عندنا كثير ملوثات بيئيه قد تؤثر سلبا على حدوث التشوهات الخلقيه. طبعا الهرمونات بشكل عام، بتعرف اول ما كشف هو كان في دواء اسمه دي ايتيل السيلبسترول ينعطى، وهو دواء هرموني، فعمل تشوهات كثير بالاجنه، وسواء حتى اورام مثل سرطان رائق الخلايا عند البنات، او تشوهات بالارحام كمان مثل موانع الحمل اذا اخذت اثناء الحمل وهي المريضه حامل، في كثير من الهرمونات بتاثر، في بعض الهرمونات اللي بتعمل تانيث للاعضاء او زكريا تذكير للاعضاء المؤنثه الأنثوية. مثلا على سبيل المثال. اذا في امراض امويه مثل السكري بزيد شوي نسبه التشوهات، او بعض الامراض الامويه، في عندك احيانا نقص التغذيه، او اللي بيعيشوا بالمرتفعات نقص الاكسجين بتعمل نقص وزن الولاده احيانا. وانا اخر شيء تركتهم هو الكحول والتدخين، في يلي أكثر من شائعين. معاقرة الكحول أثناء الحمل تعمل متلازمة معروفة اسمها متلازمة الطفل الكحولي، هي متلازمة وصفية، فهذا مهم، يعني يعتبر من العوامل المشوهة الرئيسية. التدخين ما بيعمل تشوهات رئيسية، إلا أنه بيعمل أحيانا نقص وزن الولادة، بيعمل ولادات باكرة، بيعمل أحيانا اضطرابات سلوكية عند الجنين. حتى التدخين أثناء الولادة بيأثر كثير، وهي نصيحة عبر الهواء أثناء الحمل، أثناء الحمل طبعا، أثناء الحمل أثناء كله مو الحمل بس أثناء كله، لا الولادة. لا
أثناء تماماً. الحمل، أنا أقصد أثناء الحمل تماماً. بيأثر سلبا على 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 الجنين. مثل ما حكينا ثلاث شغلات رئيسية: نقص وزن الولادة، والولادات الباكرة، وأحيانا بعض الاضطرابات السلوكية. إذا هي كلها أسباب بيئية، وهي بتشكل بس 10%. هلا نجي أكثر شوي شيء اسمه وراثي المتعددة العوامل. هي بيلعب فيها دور وراثي، وضمن يعني بتظهر التشوه ضمن ظروف معينة. الوراثي والبيئة مع بعض بيكملوا هون، بهدول بشكلوا تقريبا 15%. يعني صار عندنا في عندنا أسباب معروفة لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. 50% هي أسباب معروفة، وحتى هذه اللحظة هناك 50% من أسباب التشوهات غير معروفة، بنسميها مجهول السبب. 50% نص الحالات مجهول السبب. والمشكلة دراسة التشوهات على الإنسان يعني مشكلة أخلاقية. ما فيك تعطي دواء وتشوف أنه أساوى تشوه ولا لا. بالضبط، بالضبط. على حيوانات التجربة، وما يطبق على حيوانات التجربة لا يمكن يطبق على الإنسان. يعني مو دائما يطبق على الإنسان. لذلك لا يمكن. لذلك نحن عادة نكتشف أسباب التشوهات من خلال الاستجواب. نشوف السيدة شو أخذت أدوية إذا طلع عندها تشوه معين. فيعني هي دراسات التشوهات دائما دراسات معقدة وبتصطدم ببعض العوائق الأخلاقية. لذلك حتى تاريخ هذه اللحظة ما يزيد على 50% هي أسباب مجهولة بالنسبة للتشوهات. يعني هي بشكل عام. طب دكتورنا، نعرف انه الحمل في شهر اول ثاني بريمير تيميس، يعني الثلث الاول، الثلث المتوسط، الثلث الاخير، يعني والست دائما نحن بنكون حاسين كاطباء داخلي عم بحكي مو عنكم، بنقول لها انتبهي 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 ثلاث مرات من الثلث الاول للحمل. هذا اخطر شيء نحن بالنسبه لنا، ولكن بالنسبه لكم كاخصائيين بهالموضوع هذا بالذات، يا ترى شو هي اخطر مرحله بالحمل يلي كثير بتحسبوا الحساب؟ نعم، يعني هالسؤال حقيقه كثير مهم ووجيه. هلا يقسم الحمل بالنسبه لحدوث التشوهات الى ثلاث مراحل. تمام. اول مرحله اول اسبوعين، يعني قبل تاخر الطمث، هي بنسميها المرحله الاوليه او مرحله العلقه او مرحله العلوق من التحشيش. هي عندنا قاعده بنسميها قاعده كل شيء او لا شيء. اذا صار خلل بالجنين فبصير في نسبة إسقاطه عالية، لأنه أغلب التطورات بتكون بالمشيمة. هل أخطر مرحلة لحدوث تشوهات بنسميها مرحلة تشكل الأعضاء أو المرحلة المضغية، وهي بتكون من الأسبوع الثالث للأسبوع الثامن للحمل. يعني تقريبا بالأول شهرين من الحمل، من الثالث للثامن، هي أخطر مرحلة. هدول ست أسابيع، هدول بنسميها مرحلة الثالث للثامن، هي أخطر مرحلة لحدوث التشوهات. إذا تعرضت الحامل لأي عامل بنسميه عامل ماسخ، هو العامل اللي إذا تعرضت له الحامل بيؤدي لتشوهات عند الجنين أو العوامل المشوهة، فهذا هي أخطر مرحلة. طبعا المرحلة النهائية أو المرحلة الجنينية الخاصة من الأسبوع التاسع وحتى الولادة لا تخلو من الخطر أيضا، لأنه هون في عنا غالبا تمايز ونمو الأعضاء، فأغلب التشوه تكون هي نقص نمو داخل الرحم أو خلل بتمايز الأعضاء. إذن أخطر مرحلة من الأسبوع الثالث للثامن، يلي هي أسبوع من تأخر العادي ببلش الأسبوع الثالث تماما لشهر، حتى توصل المعلومة للأعزاء لثمان أسابيع. تمام. هلا بعدين كمان لا تخلو من خطورة، لأنه بتكون أقل أكيد، وغالبا بتكون التأثيرات على نمو وتمايز الأعضاء، لذلك نسبة نقص النمو داخل الرحم بتكون نسبة عالية. تماما دكتور. طب هل شو ممكن نحكي شوي بالانماط اذا كان ما في تشوهات؟ حقيقه طبعا الى انماط عديده. طبعا في عندنا تشوهات صغيره مثل واحد عنده خلل بسيط بالاذن او هي ما بتاثر كثير، في تشوهات كبيره ما بتاثر على نمو الحياه، على استمراريه الحياه طبعا طبعا، وعلى الوظيفه خلينا نقول. تمام. هلا التشوهات بشكل عام الى اربع انماط رئيسيه. تمام. اول شغله هي التشوه، هي اللي نقول عيب بتشكل عضو، مثلا خلل بتطور طرف، غياب طرف على سبيل المثال، غياب كليتين او كليه، في تشوهات انقلاب مثاني خارجي، خلل بجدار مثلا البطن وبتصار عندنا قيلات او فتق سري كبير على سبيل المثال. اذا هذا خلل بتطور العضو، هذا بنسميه تشوه بالخاصه. تمام. نورماليتي يعني بالانجليزي. هلا الشغله الثانيه بنسميها التمزقات او الديسربشن، هي بتكون بالاصل تطور طبيعي نتيجه حادث بصير اثناء التطور الجنيني، مثل مثلا خثره بوعاء سدت منعت الدم عن طرف ما بعود ينمو، او في شيء اسمه اشرطه امنيوسيه اثناء حركه الجنين. تمام. لف شيء على ايده او على اذره بتلاقي قطع الترويه الدمويه، بتلاقي بتضمر هالطرف بيدرو، يعني هذا بنسميها الديسربشن او التمزقات. تمام. في شيء اسمه اسواء التشكل نتيجه خلل
خلل او يا تشوه بشكل الرحم او نقص السائل الامنيوسي وخلل بنمو الجنين مثل القدم القفداء الروحاء اللي بنسميها او بعض التشوهات الناجمه عن سوء التوضع ضمن الرحم او بسميه اسوء التشكل الديفورميشن. هلا اخر شيء المتلازمات بشكل عام هي عاده مجموعه من الاعراض والعلامات اللي بتترافق غالبا بافات قد تشوهيه تشوهيه قد تكون صبغيه او وراثيه. يعني هي بشكل عام الانماط الاربعه الاساسيه للتشوهات الخلقيه. طب دكتورنا احنا مش بدي ما تنسى الوسائل الاضاحيه كمان بدنا نحكي لانه الوقت احيانا بتداركنا وما بنلحق نعطي المعلومه مثل ما بالشكل اللي مناسب. ستات خايفين من التشوهات مو 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 بعضهم مو بعضهن وحتى الاباء نفس الشيء الاب والام خاصه اذا حمل اول بس كل الحمول خطيره. هي اهم شيء بمتابعه الحمل حقيقه تمام. هو الكشف الباكر للتشوهات الخلقيه تمام. وتدبير الباكر تمام. اللي ممكن احيانا ينقذ الجنين تمام. طيب نحن يعني كأطباء شلون بنشخص التشوهات خاصة بالمراحل الأولى؟ أنت قلت في أنه مراحل خطيرة جدا. طيب ما مبين شيء يعني نحن بنعمل إيكو من لازم أنه بدنا ننتظر أسبوع معين محدد لنشوف بدأ تشكل طرف، بدأ تشكل قلب نابض بالأسبوع التاسع مثلا، بدأ تشكل إلى آخره. طب نحن شلون بدنا نجمع بين متلازمة أنه نكشف باكر والوقت نفسه شلون بدنا نكشف؟ يعني هذا الموضوع بترك تفسيره الواضح لك. حقيقة نطلع نبلش تمام اي والله نبلش بالصور معناتها. نعم حقيقة هلا الموضوع كشف التشوهات تطور كثيرا تمام. اول شغله صار في عنا اختبارات قبل ما نحكي على الامواج فوق صوتية، اختبارات مصلية ممكن تكشف لنا بشكل باكر. هلا احد العلماء اسمه كيبروس ديكولايدس، وهذا اجى على سوريا، دعينا على سوريا وضل هو يعني ابتكر شيء اسمه اختبار الثنائي والثلاثي والرباعي. طبعا في اختبار باكر واختبار ثنائي بيكشف لنا احتمال وجود مشاكل صبية عند الجنين، وهذا يجرى بالاسبوع 11 يعني من الشهر الثاني. الاختبار الثلاثي التريبل تيست ممكن اجراؤه بين الاسبوع 16 والاسبوع 20، ولا صار في اختبار رباعي. طبعا اي خلل بهالاختبار هذا بصير في ربط بينه وبين الموجودات الصدويه بالامواج فوق صوتيه بالتصوير اللي بتتابع عنده الحامل. اذا يعني هذا بوجهنا انه في تشوه قد يكون صبغي عند الجنين. طبعا الوسيله الاولى والاعتياديه هي الامواج فوق صوتيه كما تعلم التقليديه تطورت مثل ما شايفين في علامات عند الجنين. اذا شفنا ممكن نشوف هي وضاحه النقره ما يتعلق بغياب عظم الانف، هذا بوجهنا انه في الطفل في عنده متلازمه داون او طفل مناغولي ولا لا، اذا النقره سميكه كثير. اذا يعني في عندنا موجودات بالامواج فوق صوتيه بتوجهنا اذا في مشكله عند الجنين. طبعا هلا تطور في عندنا الايكو رباعي الابعاد ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد هلا خماسي اللي في بصير في عليه مداخلات اللي علاقه بالسوفت وير بالبرامج، فممكن يكشف ان اي تشوه عند الجنين مثل شفت الارنب او شقق شراع الحنك، مشكله بالاطراف، مشكله بالاصابع، مشكله يعني بيكشف اي شيء لانه في مسح كامل للجنين بصير بالامواج فوق صوتيه. اذا الوسيله الاولى هي الامواج فوق صوتيه، الوسيله الثانيه هي الاختبارات المصليه اللي فيها مثل بعض البروتينات بفرزها الجنين نحكيها شو هي تماما. طبعا هي الايكو بيعرفوه اغلب الناس بس تمام. الاختبارات المصليه هي عيار للالفا فيتو بروتين ضمن منظومه اللي هي الاختبار الثنائي والثلاثي والرباعي. طبعا هدول ربطهم بيكشف لنا الكثير او بوجهنا للتشوهات، ما بياكد بس بوجه للتشوهات. هلا الامواج فوق صوتيه ممكن تشخص لنا بالمطلق بعض التشوهات مثل تناذر ادوارد، يعني بالامواج فينا نشخصه بشكل كامل، في بعض التشوهات تتشخص بشكل كامل خاصه التشوهات الصبيه. هلا اذا شكينا طلع عنا الاختبار إيجابي. الثلاثي مثلا ايجابي، لازم نتاكد بشيء. هلا قبل ما ادخل على الاختبارات، هي اختبارات نوعين، نوع بنسميه انفيزيف اللي هي باضعه فيها تداخل مزعجة ونوع نون انفيزيف مثل تحليل دم. هلا الاهم اختراق وتطور صار شيء اسمه الان اي بي تي او الاختبار كشف الخلايا الجنينيه من دم الام، هي نون انفيزيف برينيتال تيست. هذا اهم اختبار وكان تطور كثير كبير انه نقدر نعزل الخلايا الجنينيه اللي بتنفرز من المشيمه على دم الام ونحللها. هذا بيكشف لنا معظم التشوهات الصبيه، هو يجرى في سوريا من سنوات عديده، بيكشف لنا اي خلل عند الجنين مثل تناتر داون، طفل مناغولي او ادوارد، اي خلل بالصبيات ما عدا بعض نقص الصبيات احيانا ما بيكشف، بيكشف معظم التشوهات الصبيه، وهذا اختبار سهل يجرى بدءا من الاسبوع التاسع للاسبوع 14، يعني بشكل باكر بيكشف لنا اذا في وحده كبيره بالعمر او عندها سوابق تشوهات. طبعا هلا بنحكي عن شوي عن الاستشاره الوراثيه امتى لازم
لازم الواحدة تعمل استشارة مشان التشوهات. إذا هذا أنا بعتبره من التطورات المهمة اللي بتم باختبار بسيط. بالنسبة للشخص أو بالنسبة إذا ما توفر أو ما قدرنا ممكن نلجأ لسحب عينة، هذا بنسميه بزل سائل الأنيمي، مثل ما مجرى مثل ما شايفين هون. تمام. عملية بسيطة صغيرة بشكة إبرة موجهة بالأمواج فوق صوتي مشان ما نأذي الجنين، بنسحب من السائل حول الجنين بتخدير موضعي بسيط مثل شكة الإبرة، وبنبعث هذا على مخبر الوراثة، بنعزل الخلايا الجنينية مثل ما شايفين هون بالأمواج فوق صوتية، بنعزل الخلايا الأمنيوسية اللي هي مصدرها من الجنين أو المتوسفة من جدار من الجلد عند الجنين، وبنزرعها وبنشوف، بنعمل تحليل صبغيات كامل لها، ممكن نعمل اختبارات بعض الاختبارات الأخرى، أي خلل صبغي أو تشوه ببين معنا بهالطريقة. في اختبار ثاني ممكن يكون، هذا بصير بدءا من الأسبوع 14 للأسبوع 18. هلأ في اختبارات أسهل مثل هذا اللي عم نشوفه هون، ناخد خزعة المشيمة أو بسموها خزعة ذغابات المشيمائية، هذا الـ CVS، هي بتصير بالأسبوع التاسع بسن مبكرة أكثر، وإذا في مشكلة عند الجنين وراثية أو صبغية أو أي طفرة ممكن كشفها. هلأ في اختبار ثاني ممكن نسحب من دم الحبل السري أيضا هون، إذا في مشكلة حتى مرض استقلابي ممكن نكشفه ونشخصه، وبالتالي يمكن يوضع تدبيره، وطبعا هذا له استطابات علاجية أيضا. البزل أحيانا بزيادة سائل أمنيوسي بنبذل ليريح المريض، طبعا أحيانا نقل الدم داخل الرحم بمرضى تنافر الزمر ممكن يصير ببزل أو عن طريق الحبل السري. إذا صار عندنا هاي كل الوسائل الثلاثة اللي هي بزل السائل الأمنيوسي أو خزعة ذغابات كوريونية أو المشيمائية أو بزل الحبل السري وأحيانا خزعة المشيمة، كلها بنعتبر اختبارات باضعة، يعني فيها مزعجة، فيها رابضة، يعني رابضة الإمكان، والاختلاطات نادرة هي الاختلاطات، بس يعني قد يكون إلى بعض المشاكل على بحالات نادرة مثل أنه تعملنا إسقاط أو ولادة باكرة أو إنتان، هي نادرة جدا جدا. فيعني هي بتشخصنا بشكل باكر، وهي مؤكدة لأنه عم نعمل تحليل وعم نشوف المرض عند الجنين. هلأ في بعض الأمراض مثل التلاسيميا، سيكل سيل أنيميا، بعض الأمراض شلل الدماغ أو إلى بعض مثلا الحثل أو اللي بيصير فيها شلل بالطرفين السفليين، كلها بتتشخص بهالطرق هاي. وهلأ مثل ما قلنا الاختراق هو بعزل الخلايا الجنينية، هاي موضوع جديد وفي ناس كثير ما بتعرف أنه عم يصير. تمام. هلأ اللي بحب أحكي عنه شوي. تمام. هو أول مرحلة من مراحل التشخيص ما قبل الولادة هي التشخيص الوراثي قبل التعشيش، يعني إذا اثنين تزوجوا بيعرفوا عندهم مرض وراثي مثل التلاسيميا على سبيل المثال، وهذا شائع، أو في عنا الداء اللي في الكيسة على سبيل المثال، أو واردينغ هوفمان اللي بيصير عندهم الشلل الشوكي النخاعي على سبيل المثال، أو أي مرض معروف وراثي عندهم. شلون بدنا نقدر نجيب ولد سليم هن تزوجوا؟ طبعا هي كمان يعني يبدا نقول اهميه النصح من الباكر قبل الزواج، قبل الزواج هي بنسميها من تمام. الاستشاره قبل الزواج يعني عند الخطبه، عند اعلان الخطبه. ايوه هي مهمه جدا، بس احيانا بصير الزواج شلون بدنا نبدا يجيبوا ولد سليم؟ طبعا هي بتتم بالتشخيص الوراثي قبل التعشيش. كيف بيصير التشخيص الوراثي قبل التعشيش؟ اللي هو مثل ما بتعرفوا بدا بعد تطور تقنيه الاخصاب. اول طفل ولد ب 78 على يد هذا الشخص الموجود هو روبرت ادوارد. طبعا بعد التقنيه صار ولدان فيها بالعالم اكثر من نص مليون طفل سليم، فصار المريض بيتشخص وراثيا بمركز الامراض الوراثيه، بتحول لمركز الاخصاب، فصار مركز الاخصاب مو بس تعمل لمرضى العقم، لا، للمرضى اللي عندهم امراض وراثيه لحتى يجيبوا طفل سليم. بتم على شكل التالي، اول شيء بتتحرض الاباضه عند الزوجه مثل ما شايفين هون، عرفت كيف؟ بعدين بعد ما بتتحرض للحصول على اكبر كميه من البويضات، بنسحب البويضات بطريقه سهله بالامواج فوق صوتيه، واللي يكون استحصلنا على 10 بويضات او اكثر من ذلك. بعدين طبعا بناخذ نطاف من الزوج وتحضن مع البويضات او تحقن مجهريا، لحتى اذا كانت البويضات مثل ما شايفين بالصوره، بنحقن النطفه ضمن البويضه، بويضات الزوج طبعا، نطفه الزوج ضمن بويضه الزوجه، والحصول بالاخير على اجنه. هي هون النطاف، ملاحظين كيف عم يتم الحقن المجهري؟ صور حقيقيه من المختبر لحقن النطاف ضمن البويضات. بعدين بصير في عندنا اجنه بمرحله 8 خلايا. هلا لما تصير هالاجنه هي بنقدر ناخذ خليه من الجنين ونحلل الصبغيات تبعها، اذا كانت
طبعا، او نعم نجري عليها بعض الاختبارات الوراثيه، قد تكون فيش، قد تكون بي سي ار، لكشف طفره معينه، لكشف مورثه معينه، لكشف خلل صبغي سواء كان بنيوي او عددي. اذا هالخزعه ممكن تؤخذ من الكريه القطبيه للبويضه اذا كانت المشكله الوراثيه عند الام لحالها. تمام. اذا ممكن تؤخذ من الجنين مثل ما شايفين، هي ملاحظين من الكريه القطبيه كيف عم ناخذ الكريه القطبيه لانها بتعكس لنا خلينا نقول الماده او الذخيره الوراثيه عند الام. هلا ممكن ناخذ من الجنين مثل ما شايفين هون، هي اذا كانوا اثنين حاملين لمرض وراثي نكشفه عند الجنين، او بناخذ من اللي بسموها تروفو اكتوديرم، من الطبقه المغذيه، مشان ناخذ اكثر من خليه، وبالتالي فرصه التحليل بتكون اكثر. هلا بيجينا مثلا لاحقا انه الجنين رقم اثنين رقم ثلاثة سليمين من الامراض الوراثيه، هدول بنرجعهم على الرحم وبصير عندنا حمل طبيعي هون. هاي الطريقه الوحيده المؤكد انه بيجي حمل طبيعي يعني خالي من الامراض الوراثيه، لانه احنا بنكون تمام فاحصينه قبل ما نرجعهم بالضبط. الى الرحم. هي من اهم الطرق اللي تطورت بالاونه الاخيره، واللي تطور اكثر هو الاختبارات الوراثيه. يعني كنا نعمل طريق بس بطريقه الفش اللي نكشف صبغي زايد او ناقص، تطورت للسي جي اتش، هي الطريق. هلا حديثا في شيء اسمه الان جي اس او سلسله الدي ان اي بالجيل التالي، وهي تكشف لنا اي طفره موجوده بالجنين، لذلك ما عاد في مرض وراثي ما يتشخص وما يمكن الوقايه من حصوله من قبل ارجاع الاجنه الى الرحم. وطبعا هي طريقه يعني حقيقه حسنت كثير بنوعيه الحياه للكثير من الاسر اللي بيقدروا يجيبوا، كان عندهم امراض وراثيه صار بيقدروا يجيبوا ولد، خاصه اول ما طبقت. يعني هون لدينا كان طفل، الابوين احد الاطباء هو طبيب عينيه، بس عم يجيبوا اولاد عندهم داء ليبر، عندهم داء بعمى، فشو قديش تمام المأساة صعبة. بالضبط. فبهالطريقة هي قدر يجيب طفل سليم بيشوف من خلال. طبعا في كثير من الامراض الاستقلابيه الشائعه، وانا قلت نعنى كثيرا بالامراض الوراثيه بسبب شيوعها بالمجتمعات الشرقيه بسبب زواج الاقارب. اذا هي الطريقه ممكن في بعض الامراض بكفي اختيار جنس الجنين للوقايه منها، مثل حثى الدوشن على سبيل المثال، تمام مثل بعض الامراض اللي بتصيب الذكور ممكن نختار الاناث، تصيب الاناث ممكن نختار الذكور، مثل الناعور على سبيل المثال. فيعني اذا هناك احيانا احيانا بتحديد جنس الجنين قد نوقي من بعض الامراض الوراثيه، بكون كافي تمام بشكل كامل. بعدين مثل ما شايفين هم بنرجع الرحم لاجنه سليمه، وبيستمر الحمل باذن بالمتابعه، وممكن اجراء بعض الاستقصاءات اثناء الحمل. هلا في بعض الامراض حديثا تنتقل عن طريق الميتوكوندريا ايضا، كي لازم نسلط الضوء عليه كمان، الى طرق خاصه للوقايه منها. انفهموا بس شو معنى الميتوكوندريا بالنسبه لاعضاء المشاهدين؟ المتقدرات او الميتوكوندريا هي بتحمل 37 نويه ال هي موجوده بالهيولى وليس بالنواه، تماما. فبتحمل اكثر من 37 مورثه، وهي بتنتقل من الام دائما، يعني اذا الام مصابه كل الاولاد بيجوا مصابين. تمام. فيعني هي النقطه يجب ان نلحظ، لو تمام. طبعا صار عليها تطورات، وهلا تجرى ابحاث على نقل الميتوكوندريا من الاب طبعا. وهي هي اذا نجحت بتكون هي اختراق شغلة كبير، كبيرة، اختراق كبير، وبتكون كل هالامراض بيتم وقايتها بطريقه بأخذ حقل مش تمام طبعا. هي اول واحد نقل ميتوكوندريا كان بروفيسور اسمه تشانغ بامريكا. طبعا هي تقنيه الاباء الثلاثيه اللي ما زال عليها جدل اخلاقي حتى الان، انه اخذ النطفه من الزوج، البويضه النواه من الزوجه، والهيوله من متبرع. طبعا هي ما زال عليها جدل تماما. اخلاقي، لما ياخذ الميتوكوندريا من الزوج بتكون حل هالمشكله الجدل، وهذا راح يكون له تطبيقات عديده. في احد التطبيقات المهمه انه هلا حديثا بعض الاورام او السرطانات معروف لها سبب وراثي، مثل سرطان الثدي سدي على سبيل مثلا، المثال، سدي اللي حكينا فيه بعض من فتره المورتات البراكا من 1 اسبوعين. وبراكا 2. هي اذا الطفل او البنت حامل لهالطفرات احتمال اصابتها بسرطان الثدي يصل الى 50 ل 60%. تمام. لذلك السيدات اللي حاميها الطفره، بعض المراكز العالميه بتنصح باستئصال الثدي الوقائي. وحكينا فيها من هذا اسبوعين، يعني مشكله. هلا بهالتقنيه هي اذا في بالاسره هالمرض، ممكن انجاب اطفال ما بيحملوا هالطفره هي، وبالتالي وقايتهم المستقبليه من سرطان الثدي، او بعض الاورام مثل اللوكيميا، مثل في كثير من اللي لها اساس وراثي. اذا هي تمام. كمان احد التطبيقات المهمه للتشخيص الوراثي وتحسين نوعيه الحياه ايضا. يعني طيب دكتور، ننتقل لموضوع ثاني كمان، اللي هو انه
الستات مثل ما قلت اول شيء مجتمعات شرقيه، احيانا مجتمعات مغلقه، احيانا بتكون عشائريه، المفروض نحن ما نطلع على عشيره زيد ما تطلع على عشيره عبيد، عشيره سين ما تروح مع عشيره صاد، يعني مثل ما قلت المشاكل اللي موجوده بالمجتمعات الشرقيه غير الموجوده بالمجتمعات الغربيه. ترى في شيء اسمه وقايه نحن بهالحاله هي. نعم بالتأكيد الوقاية والتدبير، خلينا نقول ايه الوقاية بدنا ننتقل من أهم الوقاية شيء، لهو أهم بعدين بده يفوت أهم بقى بتدبير اللي بياخذ عنصر، منا شغل أهم كثير. عنصر بالوقاية، أهم عنصر بالوقاية هي أول شيء العناية بالحامل. شو العناية بالحامل؟ هي الفحوصات الدورية، إجراء الاختبارات، الاستشارة الوراثية، وهلا رح أحكي إمتى بنعمل الاستشارة تمام لحدوث تشوهات. هي أول شغلة. إذا العناية المستمرة بالحامل، بالفحص الدوري، بالفحوصات الضرورية، إذا واحد كبير بالعمر بنعمل له حتى بتبلش التريبل تيست الوقاية من والدبل قبل، تيست. أبدا، من قبل الحمل، باللغة العامة من بالنصح، قبل ليلة الدخلة يعني. أبدا أبدا بالنصح، يبدأ من الاختبارات ما قبل الزواج تمام تماما. بعدين هلا ثبت يعني بكل الأدلة الدامغة أن إعطاء الحمض الفوليك يفي او الفوليك اسيد هذا ضروري، البيت ويجب صعب. اعطائه لكل الحوامل، لكل الحوامل دون استثناء بالاشهر الاولى بكل تاكيد، ويبدا حتى من قبل الحمل. فحمض الفوليك هو من الركائز الاساسيه حتى لو ما كان للوقايه من في الشوهات نقص. العصبيه، حتى لو ما في للوقايه من الشوهات العصبيه، ويعطى بشكل دائم لكل الحوامل بالتاكيد، وهو الدواء الوحيد الذي يعطى روتينيا لكل، ما في دواء يعطى روتيني لكل تماما الناس الا الفوليك اسيد، هو اي الاستثناء الوحيد بالطب للحوامل. للحوامل يعطى تمام بشكل روتيني بشكل كامل. طبعا بعض اللقاحات تفيد من الامراض مثل لقاح الحصبة الألمانية الذي يجب أن يعطى جرعة داعمة بعد الزواج، لأنه للوقاية من الإصابة بالحصبة الألمانية اللي ممكن تصاب فيها الحامل بدون أعراض إذا ما كانت ملقحة. فاللقاح، إعطاء اللقاحات مهم جدا للوقاية من كثير من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى تشوهات جنينية، ومنها على سبيل المثال لقاح الحصبة الألمانية. إذا مهم جدا أيضا تجنب، خلينا نقول الوقاية، تجنب معاقرة الكحول أو تناول الكحول أثناء الحمل، والإقلاع عن التدخين أثناء الحمل، هي ضرورة بس هيد هيد مطلقة. هين الناحية فعلا عم تكون هي احيانا مهم، صعب تطبيقها لانه ما بيسمعوا ما الكلمة، في شيء وخاصة صعب. الصبايا اللي عم يدخنوا. نعم، تماما الموضوع يحتاج إلى إرادة، وأنا بحب أنوه للأرجيلة، الأرجيلة أصعب لسه، اللي انتشرت عند السيدات لسوء الحظ، أو 100 سيجارة، للأسف راس أرجيلة هو 100 كل سيجارة. أرجيلة تعادل 100 سيجارة أو 10، يعني ما بعرف كم 100 باكيت سيجارة بيطلعوا هدول، تماما وأحيانا البعض بيقول حتى 200، يعني تمام 10 باكيت من بالضبط. بالأرجيلة الواحدة. هذا أصعب وأخطر بكثير، ويعني من المؤسف شيوعا عند البنات وعند بيعتبروا انه السيدات. ما دخنوا دكتور، المشكله انه وقت الارجيله بيعتبروا حالهم انه ما لا بالعكس، دخنوا هي هن. اخطر تمام بكثير، هي تمام اخطر تمام بكثير، ونحن عملنا كذا دراسه عن الارجيله والحمل او التدخين والحمل بشكل عام. هلا طبعا تجنب الاشعه، اذا احتاج الطفل مثلا بده يعمل تصوير شعاعي لسبب مرضي كذا، يفضل الحامل ما تدخل على الاشعه او تبتعد عن الاشعه. هلا شوف الطب الوقائي بالعالم كله له دور كبير، ويشغل 70% من الحيز من حيز الاهتمام. الاهتمام. هلا نحن يعني مهم جدا الطب الوقائي بيدرس وين في نقص، مثلا على سبيل المثال بيغطي. بيغطي على سبيل المثال اعطاء ماده اليود بالمياه اللي مثلا بسفح جبل الشيخ على سبيل اللي عندنا، بيحمي من السلعات الترقيه. تماما كان في انتشار بمنطقه السلميه عندنا نقص ماده الفلور اللي بتلاحظ بتاثر على الاسنان، فاعطاء الفلور الفلور لها اضافته لها المياه بتفيد. اذا هذا مهمه الطب الوقائي، وين في امراض مستوطنه الوقايه منها، للوقايه من التشوهات الخلقيه المرافقه ايضا، هذا مهم جدا تعزيزه. وايضا الوقايه اهم شيء التجنب الادويه الماسخه او المشوهه، خاصه بالمرحله المضغيه الا للضروره تمام. القصوى. وطبعا ثلاثة لتسعة طبعا من ثلاث، من الاسبوع لتسعة الثالث للثمان للتاسع اسابيع، لثمان لثمانية اسابيع لثمانية طبعا هذا ضمنا تمام. بما فيها الثامن. اذا هذا مهم جدا للوقايه بشكل عام. طيب الموضوع الأكبر والأهم والأشمل هو التدبير. نعم تدبير بقى، وهون بقى نحن يعني ندخل بقى بالإشكالات، المفاهيم، الأغلاط اللي بتصير بعيد منه، مثلا الإجهاضات، المحاولات من قبل الأم أحيانا القضاء على محصول الحمل، رغم أحيانا بتتعارض مع الشرع، أحيانا بتتعارض مع الطبيب اللي قال لأنه ما في مع مشكلة، لا الأخلاق تتعارض مع يعني. الحياة، نعم بتتعارض مع الأخلاق. يعني هون بقى منفوت مثل ما بيقولوا بمشكلة قد يصعب أحيانا حلها. فيا ترى كمان تقول للست، كمان بيلاحظ طبيب انه الا للست انه تتقبل جنين مثلا
مشوه، تشوه ما ولي اي ايا كان نوع صحيح. هذا التشوه. احيانا بتلاقي الست حتى الاب كمان رفضوا الجنين لساته من جوا، لسه عمره صغير ولساته ما اكتمل نموه داخل الرحم بالذات رافضينه. فهذا ما بالك اذا تم، اذا ولد بكره بالحياه، يعني يعني موضوع قضية حقيقة، موضوع كتير كتير قضية كبير. جدلية كبيرة. تماما أنا كتير، بدي أحكي لك تمام أول شغلة، تمام أول شيء الوقاية هي اهم. أهم، فالاستشارة، خلينا نقول الاستشارة لحدوث التشوه أو الاستشارة الوراثية كتير مهمة في خلينا نحكي هالمجال. شوي عن خلينا أحكي الاستشارة عنها. الوراثية. تمام. أولا هالاستشارة ممكن تكون أحد أربع شغلات. أول شغلة ممكن تكون قبل الحمل، هي مهمة جدا. إذا في عنا مرض وراثي معروف على سبيل المثال بيحملوا أحد الأبوين مثل البهاق على سبيل، أو المهق، على إذا في مرض وراثي بالأسرة يجب أن تجرى استشارة وكيفية تعطى كيفية الوقاية من هذا المرض والتعامل معه عند حدوثه. هي إذا الاستشارة ممكن تكون قبل الزواج، هي أول شغلة، قبل الحمل أصلا إذا كان بعد الزواج، ممكن تكون أثناء الحمل إذا في عنا، طبعا أثناء الحمل مهمة جدا إذا كان عمر السيدة كبير، وهذا طبعا عليه خلاف، فوق ال 35 بشكل عام يجب إجراء استشارة. إذا كان في عنا اختبارات موجهة، طلع عنا مثلا التريبل تيست يعني موجه اختبار عالي، ثلاثي. مثلا الفا فيتو بروتين عالي او الثنائي او الرباعي، هذا اي اكيد اكيد هذا لازم، او في شك بالامواج فوق الصوتيه انه في تشوه جنيني لازم نعمل استشاره مباشره. اذا في سوابق عند السيده ولاده جنين مشوه او عنده تخلف عقلي على سبيل المثال يجب اجراء الاستشاره، او اذا في قصه عائليه حتى لاجنه مشوهه، اذا في قصه شخصيه لاملاصات يعني اجنه اجت متوفي شو بعرفنا انه كان في تشوه، لا تمام. اذا في قصه وفيات لاجنه متوفاه او بنسميه املاصات، هذا ايضا يجب اجراء استشاره بكل تاكيد. مثل ما حكينا اذا في امراض وراثيه سواء كانت مرتبطه بالجنس او بنسميها وراثيه مقوره ما ظاهره، يعني الابوين حمل لهالمرض بس ما تمام. هم مصابين، ايضا يجب اجراء الاستشاره الوراثيه، هي بتصير كلها اثناء الحمل، وممكن حتى بمرحلة الطفولة إذا في طفل ولد في عنده أعراض وراثية ممكن، وحتى ممكن بعد الولادة تجرى استشارات عند الكبار عند البالغين إذا في عندنا مرض مثلا تأخر إنجاب له سبب وراثي مثل حذوفات صبغيات أو بعض الطفرات اللي ممكن تؤدي، هي حتى عند الكبار ممكن، أو إذا البالغين في أوراق أو المتزوجين. عندهم قصة لسرطان له أساس وراثي، هي يجب إجراء. إذا الاستشارة مهمة جدا، تبدأ من قبل الزواج، وهي أهمية عيادات ما قبل الزواج، لننتقل إلى بعد الزواج قبل الحمل وأثناء الحمل، هذا مهم جدا بالتدبير، لأنه الوقاية بالأمراض الوراثية أهم بكثير من حدوثها. ومثل ما شفنا بالتشخيص الوراثي قبل التعشيش أو قبل الانغراس، هي نسبة طبعا الوقاية بتكون 100%، هي أكثر الطرق اللي ما عليها أي جدل أخلاقي، لأن يعني قبل ما يصير الحمل عم نمنع حدوثه، أما تمام. لما نكشفه هون نقع أمام عوائق دينية ومجتمعية وأخلاقية أكيد. هلا التشوهات مو كلها يعني غير قابلة للعلاج، في أشياء تعالج ضمن الرحم، اللي أجيب تمام. لك بعض الأمثلة على سبيل المثال مثل الفتق الحجابي، هلا صار بتنظير شيء اسمه التنظير الجنيني الفيتوسكوب، ممكن الدخول وضع بالون ضمن المعدة، وبالتالي هذا بننفخه بيطلع الأمعاء اللي بتمنع أو الجهاز الأمعاء اللي بتكون بالصدر وبتمنع تطور الرئة بيطلع لبرا، وبالتالي بيصير تطور الرئة طبيعي، وبعد عند الولادة بنعمل له عملية بسيطة للفتق الحجابي، وبالتالي بتلاقي الطفل بعيش. هاي بعض المداخلات اللي تجرى بالتنظير أثناء بدي إذا اتوسع فيه، بدنا نحكي فيها شوي اكثر. بعض دسامات، مثل مثال آخر مثل دسامات الحليب الخلفي اللي بتعمل بيكون في انسداد بولي بيعمل توسع بالكلية، إذا تركنا الطفل فرح يصير ما عنده قصور كلوي، رح يصير عنده إفلاس كلوي بسبب هالتوسع اللي بيصير بالحويضة، هذا ممكن الوقاية منه بعملية بسيطة بالتنظير ووضع شنط أو وضع يعني عبر الجلد، ممكن هل عبر الحويضة هالقناة الصغيرة بتلاقي بتصرف البول للسائل الأمنيوسي، وبالتالي عند الولادة بنعمل له عملية بسيطة. إذن كثير من المداخلات يمكن إجراءها ضمن الرحم، إضافة إلى بعض العلاجات ممكن إجراءها ضمن الرحم، بعض الـ 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 نتوسع شوي، خلينا نتوسع شوي، نعم نعطي بعض يعني الأمثلة كمان. هي بعض الآفات اللي العلاقة بقشر الكظر ممكن إعطاء
بعض الادويه مثل مشتقات الكورتيزون للوقايه من بعض العقاقير اللي ممكن تصير. اذا يعني الكثير من الامراض تعالج ضد الرحم، وهناك ايضا بعض الامراض مهم جدا الوقايه منها. كيف؟ انه لما تتشخص ناخذ الاحتياطات عند الولاده، عند الولادة ممكن ناخذ بعض الاحتياطات اللي ممكن، يعني على سبيل المثال بعض المرضى اللي بيضطروا ياخذوا بعض الأدوية منه الكورتيزون، بصير عندهم قصور قشرة قدر تمام. محدث أحيانا، هذا بده تدبير خاص عند الولادة. مريضات الأم السكرية أكيد نسبة الشواذ بتزيد عند الأم السكرية تماما. قليلا، وأغلبها بما يتعلق بالإسقاطات، فهي عند الطفل بصير عنده نقص سكر بعد الولادة، فبده يتشخص عند الأم وعند الجنين باكر. للوقاية. بعض الأمراض مثل بيلة الفينيل كوتونوريا هي بدها حمية خاصة بعد الولادة للجنين إذا كثير من الأمراض بدها وقاية، يعني بدها تشخيص لحتى تؤخذ الاحتياطات عند الولادة. بعض الأمراض مثل إذا تشخص عنها ما يسمى قيلة سرية، هي بدها بعد الولادة يكون فريق موجود، بدها ضمن حاضنة معينة، بدها وقاية من الإنتان، بدها فريق إذا احتاج تداخل جراحي يكون موجود عند الولادة. بعض الخلايا السحائية اللي ممكن تكون كبيرة أو مفتوحة أو بس غشاء بيفصل عن المادة العصبية، أيضا بدها عناية خاصة بعد الولادة، وبدها أحيانا استشارة عصبية أو جراحية عصبية عند الولادة. إذا كثيرا من الأمراض أو التشوهات التي تتشخص أثناء الحمل يمكن المداخلة السريعة أو البدء أخذ بالمداخلة، البدء البدء بالمداخلة أثناء الحمل، تماما وبعد الولادة تماما اتخاذ مباشرة الإجراءات اللازمة للوقاية لاستكمال العلاج والوقاية من العقاقير اللي قد اللي تكون ممكن أحيانا تصير، خطيرة على حياة الطفل وعلى يعني استمرارية حياته استمرارية حياته بالشكل وعلى الطبيعي أدائه تماما. للوظائف الأساسية. طبعا معنا اتصال هاتفي من الأخ دعاء من حلب، تفضلي أختي دعاء. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيك يا رب دكتور. ممكن أسألك سؤال؟ نعلي صوت أختي دعاء، ممكن أسألك سؤال؟ نعلي تفضل. صوت، بس نعلي صوت الله يوفقك. ماشي أوكي دكتور. أنا سمعاني هيك منيح؟ سمعانين تماما دكتور أنا عندي رحمين، عفوا رحم ذو قرنين منفصلين عن بعضهم بشدة، وصار عندي إسقاط أول على الشهر الرابع، وهلا وصار معي كمان إسقاط على الشهر الخامس، وفرجيت الصورة الزلالية للدكتور، قال لي إنه ما بنقدر إنه نحن نعمل لك تصنيع رحم، نحن بنستناه إنه ليصير عندك حمل ثالث بنربط لك رحمك، وقاس عنق رحم لقاه كتير قصير، قال لي بنربط لك، يعني إنه حب إنه أستشيرك إنه شو بتقول إنه بعد الضبط إيش ممكن إنه يصير؟ نعم نعم حقيقة يعني هي بس يعني أحد احتمالين، إذا كان رحم ذو قرنين بيكون عنق رحم وحيد، وقد يكون رحم مضاعفة بعنقين احيانا. تمام. هلا الرحم ذو قرنين لا يعني قد يحدث اسقاطات بالاشهر الوسطى من الرابع للسادس، ما بيقعد بيحملها. لانه المشكله احيانا ترافقه مع قصور عنق رحم خلقي، يعني كل اب يكون العنق الرحم واسع، لذلك لابد من تشخيصه الباكر واجراء تطويق لعنق الرحم بهذه الحاله. هلا معظم حالات الرحم ذو قرنين تستمر اذا اخذ العلاج الملائم، وهو تطويق عنق الرحم اذا لزم، بعض الادويه المرخيه للرحم مثل يعني مشتقات البروجسترون او البروجسترون بكل اصنافه يجب اخذه طول الاشهر الوسطى حتى الدخول للشهر السابع، وحتى له دور بالوقايه من الولاده الباكره. اذا يجب التشخيص الدقيق، هل هو رحم مضاعفي، هل هو رحم ذات حجاب؟ اذا كان رحم ذات حجاب فممكن بعمليه بسيطه بتنظير باطن الرحم قطع الحجاب وتوحيد جوف الرحم. هلا العمليه التي كانت تجرى للرحم ذو قرنين وكان اسمها عمليه ستراسمان الغيت في الطب الحديث لانه تبين ان ليس لها اي فائده، ومعظم حالات الرحم ذو قرنين يستمر حتى الولاده بالشهر التاسع بدون اي اشكال. لذلك من المهم المقاربه الدقيقه والتشخيص الدقيق للحاله، هل هو رحم ذات حجاب ام ذو قرنين ام مضاعفه، وهل هناك قصور بعنق الرحم ام لا. اذا كان هناك قصور عنق الرحم يجب التطويق ويتم التدبير حسب التشخيص الدقيق للحاله. تكرم عينك. والامل واعد وكبير يعني بالحمل وباستمراره باذن الله عز وجل. تكرم عينك مدام دعاء. ولح كمان انتقل لسؤال دكتور قبل ما نكمل، لانه احيانا بيستهلكنا الوقت. شخص من العراق كثير كثير راسل ومصر انه يعرف شو اسمه، فراس كريم الناشي، عم يقول انه عنده
راجع كبار الاطباء ما حصلت نتيجه، عملوا خزعه ما عطت عم تقول انه احدى الخصيتين ما في امكانيه خلص، والثانيه فعاله بنسبه 10%، فانه يعني بدنا نعذر كل انسان ما عنده ذريه. نعم. فانه عم يدور انه على اي وسيله، وراجع اكثر من مركز ومن قرنه وما وصل، طبعا ما اجى لسوريا طبعا، بس راجع اكثر من مركز ومن قرنه وما حصل على نتيجه. فهي ترى هون شو بنقول له انه احدى الخصيتين فعالة هاي فقط بنسبة 10%. قد تتماشى مع شيء اسمه قصور خصية مترقي. تمام. قصور يزداد مع تقدم العمر، وله أسباب عديدة، جزء منها أسباب وراثية، منها حذوفات الصبغي واي. حذوفات الصبغي واي في منطقة بالصبغي واي هي منطقة مسؤولة عن تطور النطاق، بنسميها العامل أزد إف. هي ثلاث مناطق. في منطقة منهم المنطقة سي بتكون في نطاق بس عم تتناقص مع تقدم العمر، وفي منطقة بتكون إذا كانت الاي والبي فما بيكون في نطاق أبدا، بالعكس أحيانا بيكون في خلايا بس ما عم تتطور، لأنه هي الجينات مسؤولة عن تطور النطاق. فقد يكون وراثي. في حال في نطاق بأحد الخصيتين يجب الحفاظ عليها، أو يعني بذلة وتجميدة لرعاية. ما عنده، ما بده تجميد، بده هلا مباشرة، إذا في يلجأ يعني بده مباشرة هلا يحصل على طفل. إذا موجود عنده بأحد الخصيتين 10% من الخصية تعمل، فيجب اللجوء إلى تقنيات الإخصاب. وما وصل لنتيجة. هلا بده يعيد، بيكون يعني تعرف نسبة الحمل. تمام. بالإخصاب المساعد هي وسطيا 50%. تمام. فيجب اللجوء مرة أخرى إذا كان يوجد نطاف، فلا بد من بإذن الله من حصول الحمل. تمام. فيجب البحث عن أسباب عدم نجاح المحاولة. قد يكون مشكلة عند الزوجة لها علاقة. تمام. بالإنغراس أو بالتعشيش. فيعني إذا عنده نطاف بإحدى الخصيتين 10% فعالي، 10% كافي لحصول الحمل بالإخصاب المساعد بكل تأكيد، ونسبة الحمل عالية جدا، والأمل واعد وكبير بإذن الله. إن شاء الله يكون وصلك الجواب أخي فراس كريم الناشي. كمان معنا الأخت روان من دمشق. تفضلي أختي روان، تفضلي عيني. الله يعافيك ياكي، أهلين. لو سمحت بدي أسأل عن الطفل الأنبوب. أنا متزوجة صار لي سنتين، وزوجي معه خربطة هرمونات. نعم. والنطاف عنده فيها تشوه. نعم. هلا كذا حدا قلنا انه ما في امال في انه طفل الانبوب. هلا شوف، تشوه النطاف عند الزوج له انواع عديده، طبعا له اسباب عديده، قد تكون جزء منه ايضا وراثي، مثل مرض اسمه تكور الرؤوس النطاف الوراثي الجلوبوز سبيرميا، على بيكون راس النطاف مدور. هناك بعض الامراض الوراثيه تؤدي الى تشوهات النطاف، هناك بعض الاضطرابات الهرمونيه او المورفولوجيه مثل الدوالي الشديده على سبيل المثال، او بعض انواع يعني هناك اسباب ايضا خلينا بنيويه لتشوهات النطاف، وقد يكون احيانا بيئيه مثل إلى علاقة طبيعة الحمل، مثل بعض الأذيات اللي بتصير تشظي أو تشدف بالدي إن إيه أو المادة الوراثية، أو اللي بيسموه بالعوام تكسر المادة الوراثية عند الزوج أو عند النطاف، مثل بعض الأسباب إيه، مثل اللي بيشتغلوا بالمناطق الحارة على سبيل الأفران أو بالمناجم أو إلى آخره. إذا هناك أسباب عديدة لتشوهات، وليس كل تشوهات النطاف تحتاج إلى طفل أنبوب أو إلى إخصاب مساعد. تمام. في بعضها يحتاج إلى علاج، مثل علاج السبب، بعض يعني علاج السبب قد يوقي، قد يعيد الأمور إلى نصابها، إلى مسار الطبيعي. تمام. فأنا يعني عندما يعني تنقطع السبل بالعلاج، نلجأ للإخصاب المساعد، وحتى أحيانا لو كانت نسبة الشوهات 100% نأخذ النطاف اللي رأسه سليم، بتكون المادة الوراثية فيها سليم، وحقنا مجهريا بمثل بعض الصور اللي عرضناها، حقنا مجهريا ضمن بوضعات الزوجي أو اللجوء الإخصاب، تعطي نتائج ممتازة جدا بدون أدنى شك. تكرم عينك مدام روان، وصلك بتصور الجواب. أم أحمد بن دمشق، تفضلي أختي أم أحمد. تفضلي، ما لنا سمعانين والله ولا كلمة يا أختي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الله يكرمك. بدي أسألك دكتور، هلا أنا جتني أول بنت طبيعية، الثانية جتني توفت دغري من ثاني يوم الولادة، جتني بعد منها 6 بنات إجاني. للبنت السادسة جتني بنت عندها تشوه خلقي بأنفها، عادت البنت يومين بالمشفى وتوفت. من بعد منا اجاني صبي، والصبي اللي اجاني كمان في عنده تشوه بالانف. هلا انا من بعد منا ما عاد صار حمل عندي، ما عاد يعني عملت معنا ما عاد انه صار حمل عندي. هلا الصبي اللي اجاني الحمد لله رب العالمين موجود،
عندي اربع بنات هلا سليمين ما فيهم شيء، والصبي ما في شيء الحمد لله، اللي عملنا له عمليتين تجميل الحمد لله الوضع تمام صح، بس عنده فتحه تمام والفتحه الثانيه مسكره. هلا يا هل ترى هلا بس يتزوج ابني هلا بدي اعمل له استشاره امراض وراثيه من شان اولاده؟ هلا انا من الاقارب حتما باذن الله ما عاد اخذ له، لاني انا اخذ ابن خالتي. نعم يعني حقيقة تشوهات الو الصوت واطي عندك. نعم تمام اسمعينا من سماعة التليفون منيح يا اختي، ورح يتابع لك عم يجاوبك الدكتور مروان. نعم حقيقة اول شيء اهلا وسهلا فيكي. التشوهات مثل تشوهات البص اي معتبره تشوهات تقريبا اللي لها علاقه بالانف او بشفه الارنب او شقاق شراع الحنك، شراع الحنك على سبيل المثال، او حتى بعض الشوهات اللي بتتعلق باختصاصكم اختصاص الهضميه. اذا كلها لها يعني بسموها الوراثه المتعدده العوامل، هناك يعني بنيه يعني بيئه وراثيه تظهر ضمن عوامل بيئيه ايضا. فاذا يجب اولا استقصاء هل هناك مشكله جينيه عند الابوين عندك وعند زوجك، او مشكله صبغيه احيانا بعض انواع اللي بتبادل المواضع او الاسفاء اذا موجوده عند احد الزوجين قد تورث وتعطي بعض التشوهات خلينا نقول الهيكليه او الظاهره. لذلك اولا لابد من اجراء استشاره وراثيه عند الطفل، هل هو يحمل اي بنيه وراثيه معينه او خلل صبغي بنسموه زيغ صبغي معين او طفره وراثيه موجوده. اذا كان يحملها فيجب اهم شيء انه لما يتزوج ما يكون اللي بده يتزوجها تحمل نفس الطفره او تحمل او يعني تمام. يعني بعد عند الاستشاره الوراثيه بنعرف قديش نسبه يعني لازم يساوي استشاره وراثيه لازم تساوي لانه كيف راح تكون الذريه اللاحقه. وزواج الاقارب مثل ما تفضلتي كونك له دور كثير كبير، هذا بيأشر يعني مؤشر على انه في مشكله تحملوها الاثنين بس انتم ناقلين لهالمشكله، يعني حمله لهالطفره هاي عم تظهر عند الاطفال. وطبعا في نقطه مهمه انه اذا اثنين حاملين لطفره معينه نسبه مو دائما نسبه الاصابه 100% ممكن يجي الطفل مصاب ممكن 50% ممكن يكون حامل فعندنا ثلاث احتمالات وهي طبعا حسب قانون الاحتمالات بتصير تماما سليم مع سليم او سليم مع مصاب او ثلاث اولاد مصابين بعدين بيجي ولد سليم بالضبط. او بيجي سليمين بيجي بعدين واحد مصاب تمام. معناتها اختي احمد بده يشوف يعمل استشاره وراثيه فعلا متى ما رب العالمين اكرمه وقرر انه يرتبط وتاخذ قرار انه ما يتزوج من الاقارب وبنعطى النصح لكيفيه الوقايه من حصول هالتشوه تمام. عند حاخر اخر اتصالين لانه كمان الوقت عم يداهمنا مع الاسف الشديد. رح نبلش بالاخت ريم او ما بعرف يمكن مدام ريم من دمشق. عم بفترض انه كلهم متزوجين. تفضلي اختي ريم، الدكتور مروان معك. اهلا وسهلا. نعلي الصوت بس الله يوفقك. الو مرحبا. اهلا وسهلا. العافيه. اهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتكم دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا فيك. الله يخليك دكتور. انا تزوجت من 7 سنين وجبت ولد، وبعد منه يعني دغري حملت وجبت ولد، بعد منه صرت احمل وسقط، صار عندي 8 اسقاطات. 8 اسقاطات. نعم. بأنو شهر الإسقاط عم يصير؟ عملت كل التحاليل وعملت. بأي شهر الإسقاط عم يصير؟ يعني بداية الشهر الثاني. ثالث. عم ينبض الجنين؟ عم يصير في نبض للجنين؟ بعدين بيتوقف؟ قبل ما يصير دقات القلب بنزل. تمام تمام نعم. يعني حقيقة فقدان الحمل المتكرر هذا موضوع يعني جدلي، موضوع مهم جدا وحيوي بالنسبة لنا. صار 3 شهور وما صار عنده نبض. نعم نعم. نعم يعني لابد من دراسه الاسباب، اسبابه عديده. هلا الاسباب الوراثيه بتشكل 5% فقط من اسباب الاسقاطات المتكرره، الاسقاطات المتكرره او فقدان الحمل المتكرر. يعني لابد من اجراء الصيغه الصبغيه للزوجين والبحث عن السبب الوراثي بكل تاكيد، لانه هناك اسباب اخرى قائمه دكتور. انا اللي بعرفه من خلال دراستنا قائمة للإسقاطات كبيرة جدا للإسقاطات المتكررة. قد تكون أسباب هرمونية غدية على سبيل المثال. قد تكون أسباب يعني العلاقة بأهبة الخثار، أسباب تخثرية. يعني هناك أسباب عديدة جدا جدا يجب لا شك أنه متى ما صار في عنا أكثر من إسقاطين لابد أن يكون هناك سبب ويجب البحث عنه، والأمل كبير بالعلاج. يعني نسبة الإنجاب تتجاوز 90% لأنه معظم الإسقاطات المتكررة أو فقدان له سبب، يجب البحث عنه. هناك بروفايل خاص
قائمة أو منظومة خاصة للاختبارات الخاصة بفقدان الحمل المتكرر، حاليا مسندة بالبينة، هناك دليل إرشادي لفقدان، وبال 2022 تم تعديل هذا الدليل عالميا، يجب اتباعه وإجراء الاختبارات الضرورية طبعا المعتمدة عالميا، ولا بد من تشخيص السبب حتى نتمكن من العلاج الدقيق. كما أسلفت، الأسباب الوراثية والصبية تشكل فقط 5% من أسباب فقدان الحمل المتكرر، لابد أن يكون هناك أسباب أخرى أيضا يجب تشخيصها. تكرم عينك مدام ريم، وإن شاء الله بيكرمك بالذرية الصالحة. رح ناخذ آخر اتصالاتي في من كمان مفترض، مدام غزال من دمشق، تفضلي أختي. مساء الخير دكتور. مساء الورد، أهلا وسهلا. يخلي لي إياك يا رب. دكتور أنا من سنة صار عندي حمل. نعم. وكانت الامور تمام لوقت الشهر الخامس، اكتشفت انه في عندي قصر بالاطراف للجنين. نعم. وبالشهر السابع كمان اكتشفت انه في تقوس، وضليت ماشيه تمام للشهر التاسع ولدت، وبعد واجاني جمجمه ورقيه البيبي وتوفى. ففي اي اجراءات اعملها اذا بده يصير حمل ثاني؟ نعم بالتاكيد مدام، لانه قصر الاطراف وترقق العظام احيانا خاصه عظام الجمجمه له اسباب عديده، قد تكون اسباب عارضه يعني حدثت نتيجه تعرض لعامل ماسخ او مشوق، قد تكون ناجمه عن مشكله جينيه موجوده عندك وعند زوجك، مثل على سبيل المثال ما يتعلق بالاكوندروبليجيا او عسر تصنع الغضاريف، هذا مرض وراثي شائع موجود، فبتلاقي في قصر بالاطراف، بس لحسن الحظ بتكون من الناحيه العصبيه والذكاء وبيكون طبيعي، هدول كلهم بيدرسوا وبيكملوا، بس بيكون عندهم شبه غياب او قزامه، نوع من القزام او غياب، بس في عسر بتصنع الغضاريف، هذا مرض وراثي يعني معروف. اذا يجب اجراء دراسه دقيقه، معرفة هل التشوه صار عندك بشكل عارض أم ناجم عن مشكلة وراثية قائمة وموجودة. في حال موجود مشكلة وراثية يجب اللجوء للوقاية، للطرق اللي ذكرناها للوقاية من حصول التشوه بما فيها التشخيص الوراثي قبل الانغراس. أما إذا كانت مشكلة عارضة فغالبا لا تتكرر، بس يجب البحث عن شو الأسباب اللي أدت إلى لتجنبها بالحمل القادم بكل تأكيد. تمام، شكرا. تكرم عينك مدام غزال، كان هذا آخر اتصال. نتابع معك دكتور بالتدبير، بعتقد عندك بعض المعلومات، ما بدي أقطعك لأنه وقتنا بقيان معنا 5 دقائق فقط. نعم طبعا الموضوع مثل كما أسلفت، أهم خطوة في التدبير هي التشخيص الباكر. تمام. هي التشخيص والاستشارة قبل حصول الحمل لكي لا نصطدم بالعوائق كما تفضلت، اللي هي عوائق قد تكون أخلاقية وقد تكون دينية اجتماعية أو عرف ما تعرف. فيعني عندنا مشكلة حقيقية إذا شخص التشوه، هل يجوز الإجهاض؟ هذا موضوع كبير. تمام. لا مجال لنقاشه الآن، فهو أغلب يعني القانون السوري ولا يبيح الإجهاض يعني حتى لو وجود بعض لو في هناك بعض التشوهات. فإذا مهم جدا الوقاية أولا، وتشخيص كيفية يعني كيفية التدبير، كيف فينا نقدم له للطفل خدمة سواء داخل الرحم أو عند الولادة، أو حتى كيف دعمه بعد الولادة لحتى يستمر بشكل رئيسي. إذن أنا يعني أول خطوة بالتدبير هي العناية، طبعا بعد الاستشارة هي العناية بالحامل. تمام. العناية بالحامل، وأنا بقول دائما اتباع أسس الطب المسند بالبينة، يعني ما نحاول انه بس نمشي، يعني التصوير بالاماشيق الصوتيه مو فقط لمعرفه جنس الجنين، او يجب اجراء ما يسمى الايكو التشريحي او الاماشيق الصوتيه التشريحيه المورفولوجيه. طبعا الاماشيق الصوتيه تجرى بالحمل بثلاث اماكن، بثلاث اوقات. اول شيء بال11 اسبوع بالشهر الثالث بنشوف معظم التشوهات تكشف بهالمرحله، مع الاختبارات المتممه التي يجب عدم التساهل باجراء، يعني لازم نعملها خاصه عند المرشحين لوجود تشوهات مثل عندهم سوابق او كبار سن او الى اخره. اذا يجب اجراء الاستقصاءات الدمويه، الاختبارات المصليه الدمويه والاماشيق الصوتيه بدايه الاسبوع، ثم الايكو التشريحي الدقيق بالاسبوع 22 يعني بالشهر الخامس، وحتى ممكن كشف المشاكل القلبيه عند الجنين، وهناك الايكو المسؤول بالاسبوع 33 اللي بيشخص لنا اذا في عندنا نقص نمو داخل الرحم، بنشوف السائل الامنيوسي. اذا عندنا بال11 اسبوع، بال22 اسبوع، بال33 اسبوع، يعني من يعني 11 1 1 2 2 3 3 تمام. هذول اهم ثلاث
مراحل بيتم فيها التشخيص. طبعا بعد ممكن بعض الحالات نحتاج الى مراجعات، اما الاساسيات هذول ويجب اجراء الاختبارات المتممه. اذا العنايه بالحامل هي اهم مرحله، اهم شيء للوقايه من التشوهات ولدعم الحامل ولدعم الجنين اللي ممكن يكون في عنده مشكله. طب دكتور يعني إيه العلاقه بالتطور؟ عندي سؤال دكتور قبل ما اسالك عن الاسقاطات ومدى امتى ممكن تسوى، ولكن سؤال اخير لانه كثير بيورد وحكينا فيه سابقا ولحرد نحكي فيه لشيوعه والحاح بعض المتابعات واحيانا مع ازواجه كمان عليه. يرجى عم يتجون ان نحكي عن حقن الخلايا الجذعيه في المبيضين ومدى جدواها وهل هي مدعمه من الطب المسند بالدليل. نعم يعني هذا سؤال حقيقه اول شيء حتى تاريخ هذه اللحظه وانا اصر لا يوجد تطور لخلايا جنسية لأعراس يعني بيوض أو مطاف نجح على الإنسان من خلايا جذعية. الخلايا الجذعية قد تدعم وظيفة المبيض، قد تدعم طبعا إضافة لذلك هو بيتحمل المبيض حقن؟ لا شو هي تجارب حق الخلايا الميزنشيمية أو هو أجري على تجارب، بس حتى تاريخ هذه اللحظة لا يوجد أي دليل علمي دامغ على فائدته بقصور المبيض المبكر اللي الوحدة أطعتها، لأنه البويضات عند المرأة لا تتكاثر. معروف أنه عند البلوغ هناك تناقص شهري بعدد البويضات حتى سن الإياس، يعني المرأة بتخسر كل شهر من 500 ل 1000 بويضة كل حتى يعني. فإذا صار عندنا قصور تام أو نفاذ البويضات حتى تاريخ هذه اللحظة لا يوجد أي دليل علمي. هناك محاولات لحقنا بالمبيض حتى الآن لا يوجد دليل على فائدته بإعادة وظيفة المبيض وبالحمل والإنجاب من خلايا جذعية، وهذا مؤكد عدا عن أنه لا يجوز إجراء حتى لضمن أطر علمية وتجارب بنسميها تجارب سريرية يعني بموافقات أخلاقية معينة. طبعا هيجي على الحيوانات ما في مشكلة، مع الإنسان لأنه على الخصية على سبيل المثال تبين تحولها لخلايا عجائبية أو لخلايا ورمية قد تؤدي الخصية، وأصدرت الجمعية الأوروبية والأمريكية بعدم جواز إجراء على أو تسجيل أي تجربة سريرية على الإنسان بحقن ضمن الخصية. على المبيض هناك بعض المراكز التي تجري بعض الحقن الخلايا الميزنشيمية، هناك في اليابان في نيوكاسل في بعض المراكز اللي بتعنى بالخلايا الجذعية، أما حتى تاريخ هذه اللحظة لم يسجل أي فائدة من حقن الخلايا الجذعية بالمبيض. وهذا مجال لسوء الممارسة حقيقة، يعني هذا الموضوع قد يكون من نوع من الإعلام اللي بنسميه نحن دون تجارب مسندة بالدليل بنسميه بلاك ميديا أو الإعلام الأسود، مثل ما صار بالبي آر بي أو حقن البلازما اللي حكى عنه كتير، وطلعت هلأ آخر دراستين أمريكية، واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من بريطانيا بتجارب مستقبلية عدم فائدته بحقنه بالمبيض على الإطلاق. تمام. آخر سؤال دكتور، إمتى ممكن أنتوا تسمحوا بالإسقاط؟ هلأ بس ما معي دقيقة دكتور، الله يخليك. هو لا ضرر لا ضرر ولا ضرار. تمام. إذا كان الحمل مهدد لحياة الأم، هلأ سمح بالإجهاض في بعض الدول بانعدام الدماغ أو انعدام الجمجمة، هي الحالة لا تتناسب مع الحياة وقد استمراره يؤذي الأم الحامل. هذا الاستطباب الوحيد الذي يجرى به الإجهاض هو انعدام الدماغ أو انعدام الجمجمة الشائع الآن انسفالي. فيما عدا ذلك الإجهاض مسموح فقط بحالات التهديد بحياة الأم. تماما. أما عدا ذلك حتى غياب أطراف، حتى مشاكل قلبية، حتى مشاكل أي استطباب. هذا الاستطباب هو الوحيد الذي يجرى. تمام. ما عاد فينا نطول أكثر من هيك، لسه كان بدي أسألك أكثر من هيك ولكن وقتنا انتهى. أحبتي وقتنا لليوم انتهى مع الأسف. الحلقة القادمة رح تكون الأسبوع التنين الجاي إذا الله أحيانا، رح تكون مع الدكتور فؤاد خرسة الاستشاري بأمراض الأطفال والرضع. رح نحكي عن التظاهرات الجلدية بأمراض الأطفال، كل نوع من التظاهر أنت بيرافق المشكلة وشو دلالته، طريقة التدبير المناسبة والعلاج المناسب. إذا الأسبوع القادم دكتور فؤاد خرسة الاستشاري بأمراض الأطفال والرضع. حلقتنا لليوم انتهت. بنهاية حلقتنا لليوم من برنامج فهو يشفين ما بيسعنا إلا أن نشكر لكم حسن متابعتكم لرفاته جزء من حلقة اليوم. كما العادي بإمكانكم العودة لصفحة الرسمية على الفيسبوك فواز نقاش وباللغة العربية دون إضافات، صفحة البرنامج الرسمية على الفيسبوك المسمات صحتي حياتي أيضا وباللغة العربية، وبإمكانكم العودة إلى موقع قناة نور الشام الفضائية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي للعودة للحلقة هي بالذات خلال
24 ل 48 ساعة بمشيئة الله تعالى، بتكون نزلت إذا الله راد، ولبعض حلقات سابقة لمتابعة مواضيع هامة قد تكون فاتتكم. جزيل الشكر للضيف الغالي جدا والعزيز جدا والصديق الغالي الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، أستاذ طب الجنين والوراثة بكلية الطب في جامعة دمشق، على مرافقته لنا أغناء الحلقة بهالمعلومات الحلوة جدا والجديدة جدا واللي الواحد ما بيكون غالبا متوقعة. شكرا لوجودك معنا دكتور مروان. شكرا لكم كمان لهالفرصة الجميلة اللي نتواصل فيها بهالموضوع المهم. أهلين دكتور وشرفتنا. بتمنى لكم، أنا الدكتور فواز نقاش فريق عمل فهو يشفين، تمام ودوام الصحة والعافية، وإلى أن نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وفي نفس الموعد بإذن الله، دمتم بألف خير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لكم أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.